الكلام اللي بقوله الوقت نقلا عن بعض المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية كدولة متقدمة، وإن عدد كبير من المزارع هناك تحول لزراعة عضوية. نسمع الجماعة اللي هم اشتغلوا في الزراعة العضوية بيقولوا إيه. يعني هناخد واحد، أول واحد قال استعادة أراضينا رائحتها الحلوة التي كنا نستنشقها منذ عشرات السنين مضت، وزالت عنها رائحتها الحمضية الناتجة عن الكيماويات التي كنا نستعملها، حيث كنا نشم رائحة موت مزارعنا في ذلك الوقت، اللي هي الوقت اللي كانوا بيستعملوا فيه الزراعة الكيماوية أو الزراعة التقليدية. لقد تحسن مظهر مزارعنا كثيرا، وأصبحت الحياة تدب فيها مرة أخرى، الديدان والطيور والطيور البرية والديوك البرية، حتى طائر النورس بيطير فوق المزارع الأخرى وبيتوقف عندنا ليأكل، لأن أصبحت الأكل عندهم أكل صحي بالنسبة حتى للطيور. أصبحت سعيدا للدرجة التي أتوقف فيها عن أعمالي وأتحدث بفخر عن الزراعة العضوية. لقد زرعت فول الصويا هذا العام وقرب ارتفاعه من أكتافي، وحصلت على 50 بوشل لكل إيكر، لم أرى مثل ذلك من قبل في حياتي. حتى جيراني كانوا متخوفين من مجرد التفكير في زراعة فول الصويا. هكذا يقول أحد المزارعين العضويين في نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، واحد مجموعة صغيرة وإن كانت تتزايد بسرعة كبيرة. المجموعة كان بدأوا اللي هم بيشتغلوا الزراعة العضوية بدأوا يزيدوا كتير من المزارعين العضويين الذين توقفوا عن استعمال الكيماويات والأسمدة الصناعية ومبيدات الحشائش ومبيدات الآفات، وتحولوا إلى الزراعة العضوية في السنين الأخيرة. إنهم يستعملون أنواع من البدائل للأسمدة الكيماوية، منها الأسمدة العضوية وزيت والزيوت الطبيعية والدورات الزراعية والسماد الأخضر اللي هو جرين مانيور اللي هنتكلم عنه فيما بعد، وذلك بالحرس تحت غطاء محصولي، كما يعتمدون على مقاومة الآفات بواسطة الحشرات الأخرى اللي هي الحشرات النافعة، وكذلك بالاعتماد على التوازن الطبيعي لحقولهم. ويقول مزارع آخر بيزرع 700 إيكر زراعة عضوية منذ أكثر من عشرات السنين، إنه بيحصل على إنتاج أعلى بكثير في الكم والنوع من جيرانه المزارعين الكيماويين. ويقول لقد كان جيراني يضحكون علي، بل كانوا يتحاملون علي عندما بدأت الزراعة بدون كيماويات. والآن لقد تغير الوضع تماما، والكثير مما كانوا يضحكون عليه أصبحوا ينقلبون إلى الزراعة العضوية. ويقول هذا المزارع أيضا ردا على من يقولون أن الزراعة العضوية غير مربحة، أن متوسط محصوله من الذرة هذا العام قد بلغ 125 بوشل للإيكر، بل وصل إلى 185 بوشل في أحسن بقعة من أراضيه. يعني المحصول كان بيتراوح من 125 ل 185 على حسب خصوبة التربة، علما بأن محصول الزراعة الكيماوية يبلغ من بين 90 ل 95 بوشل للإيكر. ويقول أيضا أن تكاليف إنتاجه أقل كثيرا عن جيرانه الكيماويين، لأنه لا يستعمل مبيدات، وأن تكاليف أسمدته أقل كثيرا من الأسمدة الصناعية، وهكذا. وهذا ويقول المزارعون العضويين أن محاصيلهم أكثر مقاومة للظروف الصعبة وللأمراض النباتية وللحشرات والنوبات الجوية القاسية. بالإضافة إلى كده بيأكد المزارعين العضويين أن نوعية محاصيلهم وحيواناتهم أفضل بكتير، فمحتوى البروتين في محاصيلهم أعلى بكثير من المزارعين الآخرين، وأن ماشيتهم تحتاج إلى غذاء أقل وتزداد أوزانها أكثر بالقليل الذي تستهلكه، علاوة على أنها أصح وأقوى. وفوق هذا كله يؤكد المزارعين أن صحتهم الخاصة قد تحسنت كثيرا منذ أن تحولوا إلى الزراعة العضوية. وإذا كانت الزراعة العضوية بهذه المميزات كلها الإنتاجية والنوعية والبيئية والصحية، فلماذا لا ينقلب إليها المزيد من المزارعين الكيماويين؟
إنهم ينقلبون بالفعل يجيب المزارعين العضويين، ولكن ليس بالمعدل المأمول، وذلك لأنه من اليسير على المزارع العادي أن يحصل على المعلومات الكافية عن الزراعة العضوية من المرشد الزراعي أو من الجمعية الموجودة في منطقته، كما أن المزارع العادي لا يفهم العلاقات الحيوية التي تحدث تحت سطح التربة اللي احنا هنتكلم عليها فيما بعد، تلك التي تحدث بين ديدان التربة والحشرات والبكتيريا. إنهم منشغلون بجمع المال عن دراسة هذه الأشياء، وتستغرق عملية بناء الحياة تحت التربة المنزرعة كيميائيا وقتا ليس بالقصير. لذلك بيحس المزارعين العضويين لهم كمان أن يستمروا في الزراعة العضوية لمدة 2 سنين على الأقل، حتى تبنى هذه العلاقات الحيوية وتبدأ البكتيريا والحشرات والديدان تعمل من أجلهم وتحدث التوازن الطبيعي تحت التربة. دي هي كلام الجماعة اللي هم المزارعين اللي هم بزراعة عضوية ويمجدوا في زراعتهم، ويا ريت احنا كلنا كمان ناخد بيها. أما اللي هي العلاقات اللي هو بيحكي عليها احنا ناخدها هنا في المحاضرات إن شاء الله بالتفصيل.